مشاهد حقا تحبس الأنفاس لإعصار ميلتون الذي لا زال يضرب في فلوريدا. كما تشاهد المشاهدين الكرام، إعصار قوي ومدمر خلف العديد من الضحايا وكذلك العديد من الخسائر المادية بسبب قوة الرياح وكذلك قوة الأمطار. مشاهدينا الكرام، إذا كنتم أول مرة تشاهدون قناة كنوز الطبيعة فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وكذلك لا تبخلوا علينا بتعليقاتكم. تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.